ازيكم واهلا وكل حاجه معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن ان انا هنضف الانتريه ده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه ومسليه وكمان غير مرهقه نهائيا، مش هندعك كتير يعني، بمكون بسيط خالص من المطبخ. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي خطوه بخطوه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه جبتها الفرشه بتاعه المكنسه دي، بنضف بيها الانتريه. لو انت ما عندكيش الفرشه بتاعه المكنسه ممكن تجيبي فرشه عاديه اللي هي بتنضفي بيها الشيش. لو انت ما عندكيش الفرشه العاديه هات اي حته ونفضي بيها، كله ماشي تمام. المهم بننضف الانتريه. ليه بقى المرحله دي احنا بنعملها؟ علشان نقلل التراب اللي بيبقى على الانتريه. تمام، هو انا ليه اصلا بنضف الانتريه بالفرشه او باي حاجه قبل ما اعمل الخلطه؟ انا كده كده هعمل خلطه. لا، انا بعملها علشان يعني اوفر الوقت، وكمان علشان اشيل نسبه من التراب اللي بيبقى على الانتريه، عشان طبعا الانتريه بيبقى عليه تراب، فبنشيل النسبه منه عشان لما نعمل الخلطه تبقى الدنيا معانا سهله. تمام ماشي. بعد ما بننضف بقى الانتريه بالفرشه او ايا كان هننضفها بايه، بنجيب بقى ايه الخلطه بتاعتنا. الخلطه دي عباره عن ايه بقى؟ الخلطه دي عباره عن معلقه كربوناتو زائد معلقه ملح ليمون زائد نص معيار الغطا دوني. دوني بقى لازمته ايه في الموضوع ده؟ الدوني ده علشان يبقى ريحه الانتريه حلوه، يعني فاهمه؟ فاهمه تمام. المهم وبعد كده هنحط كوبايه ميه سخنه علشان يحصل التفاعل اللي انتوا هتشوفوه ده، هتحسوا فيه فوران جامد كده، هو ده التفاعل اللي هينضف اصل الانتريه. تمام، وهنجيب معانا فرشه صغيره كده وهنبدا ان احنا ننضف. طبعا انا هنضف معاكم كرسي ماشي، وهكمل الانتريه، بس قلت اجرب معاكم الكرسي ده علشان ما نضيعش في الوقت، وكمان تبقى انت عرفت الخطوه خلاص، مش هنقعد نرغي ونضيع وقت بعض. ماشي، انا دلوقتي بنضف وبدعك في اتجاه واحد. انا الانتريه ده انا نضفته من فتره فما طلعش تراب جامد، لكن انا اول مره نضفته بعد ما عرفت الخلطه دي كان مطلع حاجه رهيبه، لدرجه ان الفرشه دي كان لونها اسود، هي دلوقتي هتبقى لونها رمادي، المره الاولانيه كان لونها اسود. تمام، فمعنى كده ان الانتري الحمد لله يعني نضيف شويه، وكمان هو في بقع فعشان كده انا مسحته وغسلته. تمام، فالخلطه دي هتنفع معاكي للانتريهات الفاتحه، اعتقد ان مفيش افتح من الانتري ده، يعني انا غلطت اصلا جبت انتري فاتح كده، بس اعتقد ان مفيش افتح منه غير بقى الابيض. وانت هتجيب ابيض ليه اصلا؟ يعني ليه نجيب انتريهات بيضة وتقعد تتوسخ؟ احنا هنجيب حاجه عمليه، فانا بضطر ان انا افضل امسح فيه وانضف فيه علشان ما يبصش، علشان انا بحبه ماشي. المهم مش موضوعنا ده، انا بس ايه قلت افضفض شويتين. احنا بقى خلصنا اللي احنا هنعمله ده، بقعد امشي بقى باتجاه واحد بالفرشه، اتجاه واحد، ما ينفعش اقعد اتعك شمال ويمين وفوق وتحت كده بشكل مش منتظم، لازم اعملها بشكل منتظم علشان القماشه ما تبصش معايا، والدوني هيطري القماش معايا وهيخلي ريحته حلوه، واللي بينضف الكربوناتو والملح الليمون والميه السخنه بعد التفاعل. تمام، في ناس بتحط كلوريكس الوان عشان تحافظ على الالوان، بس انا ما حطيتش عشان اولا مش عندي كلوريكس الوان، ثانيا عشان هو فاتح فعادي، وكمان بحط شويه ميه فبتخفف المواضيع. في ناس بقى بتحط بدل الميه خل، بس الخل بينشف قوي القماش، فالميه السخنه احنا كده كده يعني انتوا شايفين بعمل ايه في الفرشه، ان انا بقعد اعصر في الفرشه واقعد انفض فيها كده عشان ما يبقاش فيها ميه، وده يعتبر زي غسيل على الناشف كده ماشي، وبيجيب نتيجه وهتشوفوه. تمام، انا كده يعتبر خلصت خالص تنظيف الانتريه. الحته اللي هي غامقه شويه دي كان فيها بقع بالفعل، فنضفت فيها جامد عشان كده دعكتها جامد، فعشان كده ظهرت البقع الغامقه دي ميه. هسيبه ينشف بقى وهنخش على اللي بعده. بما ان انا نضفت الانتريه خلاص الحمد لله، فكان عندي شويه ورد كده انا برضو بقالي كتير ما نضفتهمش، فهنضفهم بطريقه سهله معاكم علشان اللي عنده ورد صناعي يعرف ازاي ينضفه بمنتهى السهوله برضو. يلا بينا. نسيت اقول لك حاجه، دوسي على زرار الاشتراك اللي تحت ده ودوسي على لايك، ويلا بينا نكمل.
وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكونوا استفدتوا منه وعجبكم. كمان لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وسبسكرايب، لايك وسبسكرايب، وتابعيني الفيديو الجاي. ويلا باي باي.